معنا على الهاتف الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة المصرية. نيفين هاني، مساء الخير. نور أستاذ تامر، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الحمد لله الحمد لله. النهاردة الحقيقة يوم مبهج جدا، لأنه تحس إن الدولة المصرية كلها محتفية بقيمة العلم والتعلم والثقافة، ودي من الرسائل المهمة. قبل ما نتكلم في التفاصيل، من الرسائل المهمة جدا اللي الدولة بمؤسساتها وحكومتها وطبعا قبلهم رئيسها يبعثوها للأجيال الجديدة، إنه العلم وبالعلم وحده وبالثقافة وبالمعرفة مصر هتتقدم للمستويات اللي احنا بنحلم بيها. طبعا، وهي رسائل طمأنة للشباب والأمل فيهم، والدورة الحديثة اللي بتبني دي بتبني عشان خاطرهم، فلازم يكونوا مستعدين للمسؤولية اللي هيشيلوها. صحيح صحيح. ممكن حضرتك كده تدينا عناوين لبعض المحاور والإنجازات اللي حضرتك طرحتيها النهاردة أمام السيد الرئيس؟ هو النهاردة كان استعراض للقطاع الثقافي في الدولة بصفة عامة منذ عام 2014 حتى عام 23. وطبعا احنا لما بنتكلم عن القطاع الثقافي هنا بنتكلم عن إنجاز دولة وليس إنجاز وزارة بعينها. طبعا إنجاز الدولة مر بمراحل. فترة ما بعد 2011 كان في حالة من عدم التوازن والحالة من الاضطراب في الشارع وفي المجتمع نتيجة الأحداث اللي مرينا بيها مع 2014 والدستور الجديد وبناء بداية بناء الجمهورية الجديدة. بدأ يبقى فيه ترتيب للأولويات، وطبعا كان على رأس الأولويات بناء الإنسان وتنمية الوعي. صحيح. وطبعا لما بنتكلم عن بناء الإنسان يا أستاذ تامر، بيبقى محور بيتكلم على ثلاث ركائز أساسية، وهي التعليم والصحة والثقافة زي ما سيادة الرئيس قال وقتها، وكمان الفئة المستهدفة وهي الشباب والأطفال، لأن إحنا دولة أغلب مواطنيها من الشباب. أي. فكان لازم وإحنا بنحط خطط العمل بنوجه الجهد والاستراتيجية والأفكار اللي هتتنفذ على الأرض لهذه النوعية من الفئة المستهدفة، وهم الشباب والأطفال، يعني أطفال المدارس وشباب الجامعات. صحيح. وعلى هذا الأساس كان محور العمل في وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة إلى جانب بعض الوزارات الأخرى. فكانت في المرحلة الأخيرة الاستراتيجية مبنية على التعاون مع الوزارات الأخرى كل فيما يخصه، يعني التعليم العالي زي ما قبل كده اتكلمنا في لقاء ان احنا بنتكلم على المبادرات التي تخص شباب الجامعات، التربية والتعليم على النشاط الفني في المدارس في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة بنشتغل معهم من خلال مبادرة حياة كريمة في القرى والنجوع التي ليس بها منشآت ثقافية، بيتم تقديم العمل الفني والثقافي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في مراكز الشباب وهكذا. فالفكرة كلها قايمة على التعاون مع الوزارات لمصلحة المواطن في الآخر. طيب، فكرة التعاون ما بين الوزارات دي ازاي نستغلها الفترة اللي جاية مع الوزيرة علشان تنتج لنا الثقافة اللي احنا بنحلم بيها، واللي انا عارف انها موجودة في رأس حضرتك مع الزملاء في وزارة الثقافة، اللي هي مش بس تعليم ومش بس مجالات ومصادر متعددة للثقافة، لا، احنا عايزين الثقافة العامة اللي تبقى موجودة عند الناس، اللي هي كوكتيل من الفن ومن الادب ومن الموسيقى ومن المعرفة ومن القراءة. انا عارف ان في مبادرات واليات كتيرة، منها سينما الشعب ومنها قصور الثقافة ومنها حاجات كتير حضراتكم شغالين عليها. هي بتبقى منظومة متكاملة يا أستاذ تامر، يعني لما الطفل في المدرسة يلاقي أنشطة رياضية وأنشطة ثقافية وفنية ويلاقي الكتاب بسعر مناسب في متناول إيده ويتعود على أنه يوفر جزء من مصروفه الشهري علشان يحوش ثمن كتاب بسيط ويشتريه، هيتعود على اقتناء الكتب. مزبوط. لما يتعود أن في نص ساعة في اليوم للقراءة هيطلع بيحب القراءة ومتعود على الاطلاع وهكذا. فهي الثقافة بتبقى عادات سلوكية بتتولد وبتستمر مع الإنسان طول حياته. طيب، طمنيني على سينما الشعب، أخبارها إيه؟
سينما الشعب بخير وشغالة الحمد لله، بقوا 21 فرع دلوقتي في قصور الثقافة المختلفة، بسم الله ما كان شاء الله. آخرهم في قصر ثقافة العريش، وتم افتتاح سينما الشعب في قصر ثقافة العريش مع احتفالات 25 أبريل أعياد سينا. اهو قصر و ثقافة العريش ده تحديدا مهمة جدا جدا جدا. والله يعني احنا الأنشطة هناك شغالة ومستمرة، وفي الشيخ زويد كمان يا أستاذ سامر، رغم إن قايل قصر الثقافة هناك يعني نتيجة الإرهاب اللي كان موجود يعني لا يصلح للاستخدام، ولكن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بنقيم الأنشطة في مدرسة الصنايع في الشيخ زويد لحين يعني إحلال وتجديد قصر ثقافة الشيخ زويد هايل وإدخاله الخدمة. هايل هايل هايل. انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزيرة، وان شاء الله نتابع مع حضرتك التطورات والعمل المحترم اللي بيبذل في مجال الثقافة في مصر. شكرا شكرا جزيلا. يا أستاذ. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.